مساء الخير. ده الفيديو الأول بخصوص تجارب المعمل لسنة أولى كهرباء. التجربة اللي هنتكلم عنها في الفايل ده هي تجربة الكاثود ري أوسيلوسكوب. دي التجربة نمرة 4 في المعمل. الخلفية النظرية اللي هي الشيء المهم في الفيديو ده بتشتمل على التالي: 1. احنا بندرس بالكاثود ري أوسيلوسكوب، بندرس بيه حاجة اسمها الـ RLC circuit. الـ RLC circuit من اسمها متكونة من ريزيستور R ومعاه كويل أو ملف L وكاباستور C، ومتوصلين بـ AC source مصدر متردد alternating current AC، وعاملين مع بعض دايرة كل حاجة فيها متوصلة بالتانية in series، بحيث إن الكرنت اللي هيخرج من المصدر من الـ source هي go through every and each element، كل element في الدايرة دي، وبالتالي تبقى كلها متوصلة in series، والفولتج بتاع الـ source بيتوزع بقى عليهم بطريقة فيها الفيز إيفكت هنشوفه كمان شوية. الاسم بتاع الكاثود راي تيوب أو الكاثود راي أوسيلوسكوب جاي من التركيب بتاعه اللي هنشوفه كمان شوية. يعني في كاثود ده اللي هو مصدر إلكترونات، اللي هو الفتيلة اللي موجودة في الإلكترون جن، وراي لأن الإلكترونز بتطلع على شكل أشعة، وأوسيلوسكوب لأن هو بيقرالي، يعني كلمة سكوب زي كده تلسكوب او مايكروسكوب، يعني حاجة بتبص كده، حاجة بتقرا بيها او بتشوف بيها الاوسيليشن. فكاثود راي اوسيلوسكوب اختصارها CRO. طيب الاوبجكتيف بتاع التجربة ان انا عندي unknown R unknown L unknown C، وعايز اطلع الفاليو بتاعت الحاجات الانون دي. نطلع الفاليو بتاعتها ازاي؟ اول حاجه لازم نعرفها الديفينيشنز، يعني ايه كاباستور. قيمه الكاباستنس سي هي عباره عن التشارج كيو اللي موجود على احد لوحي المكثف، مقسوم على فرق الجهد بين اللوحين. اليونت بتاعتها فاراد، او ممكن نكتبها بطريقه سي اوفر فولت. الكولوم سي، يعني سي اللي هو الكولوم، يعني مقسوم على الفولت. والكاباستور فيزيكلي هو عبارة عن لوحين معدن قصاد بعض، واحد مشحون بشحنة موجب والتاني شحنة سالب، وممكن كمان يبقى معمول من طرف واحد بس، واحد مشحون بشحنة موجب ونعتبر السالب بتاعه في الملا نهاية، أو العكس السالب على لوح والملا نهاية فيها موجب، بس دي مش قصتنا. يعني ال L أو الاندكتنس هي عبارة عن نسبة الماجنتيك فلكس لاينز، عدد خطوط الفيض المغناطيسي اللي بتعدي في ملف، مقسومة على الكرنت اللي بيعدي في الملف. عدد خطوط الفيض المغناطيسي أو الماجنتيك فلكس لاينز ده بيبقى given by حاصل ضرب الفلكس اللي في ملف، في لفة واحدة من لفات الكويل، مضروبة في عدد اللفات n، وبيتقسم على الكرنت i اللي ماشي في الملف، واللي هو حقيقة هو مصدر الفاي. يعني الكرنت اللي ماشي في الملف هو اللي بيخلق حوالينه الماجنتيك فلكس. لو عملت differentiation فوق وتحت، لما اجي ادفرنشيت فاي بالنسبة للتي، هنا دي فاي باي دي تي، دي ممكن تبقى دي فاي باي دي تي، نصلحها بسرعة. ال دي فاي باي دي تي هنا هتبقى ان دي فاي باي دي تي على بعضها، تديك ال EMF او قيمة ال electromotive force او الجهد المستحث اللي في الملف. وتحت دي اي باي دي تي اللي هو معدل تغير الكرنت مع التايم. فالمحصلة يعني انه ممكن نكتب المعادلة بشكل تاني، انه ان فاي على اي لو فضلت البسط والمقام بتوعها هتحصل على ان دي فاي باي دي تي فوق، وده على بعضه يديك الالكتروموتيف فورس او فرق الجهد اللي موجود على الملف نتيجة الحث، مقسوم على دي اي باي دي تي او معدل تغير التيار مع الزرع. الوحدة بتاعت الاندكتنس هي عبارة عن ايه؟ هي الهنري، وممكن تحطها بقى بشكل الفلكس اللي هو ويبر مقسوم على الكرنت امبير، او الجهد اللي هو فولت مقسوم على امبير بير سكند، والسكند مقام، المقام يطلع فوق في البسط. طيب سؤال، هو السي بيحصل له ايه مع الكيو او مع الفي؟ المفروض انه السي هو الاندبندنت فاريبل، يعني لو التشارج زادت على احد لوحي المكثف هيزيد فرق الجهد، او فرق الجهد لو زاد يزيد التشارج، والزيادة هنا والزيادة هنا بتكون تناسب طردي، يعني
تظل قيمة السي ثابتة. السي بتعتمد على الابسلون، البيرميتيفيتي بتاعت الماتيريال اللي ما بين اللوحين، والجيومتري او هندسة الشكل بتاعت الكاباستور. يعني مثلا لو بارل بليت كاباستور هيبقى ابسلون في ايه على دي، مساحة اللوح مقسومة على المسافة بين اللوحين. الاندكتنس كذلك، يعني الاندكتنس هي الاندبندنت، فلو مثلا زاد الكرنت اللي ماشي في الملف هيزيد الفلكس اللي معدي في الملف، وتظل النسبة بينهما رقم ثابت وهي ال. ال بتعتمد على ايه بقى؟ بتعتمد على نوع الماتيريال برضو اللي ملفوف حواليها الكويل، يعني البرميابيليتي بتاعتها ميو، وكمان على الهندسة او الجيومتري بتاع الملف اللي هي عدد اللفات، طول الملف، الدامتر بتاعه، وهكذا. بنفس الاسلوب الريزيستنس هي نسبة الفولتج على الكرنت في كوندكتور او موصل، يعني سلك بنستعمله، والوحدة بتاعتها اوم او فولت على امبير، وهي برضو independent variable لا تعتمد على الفي والاي، بالعكس الفي والاي هما اللي بيعتمدوا على الار، واذا زاد الفي يزيد الاي او يقلوا مع بعض، وتظل الريشيو ما بينهم هي الريزيستنس اللي هي بتعتمد برضه على نوع الماتيريال اللي هي الريزيستيفيتي، يعني رو، وطول السلك ال، ومساحة مقطعه ايه، وكمان التمبريتشر ممكن تأثر في الرو. طيب ده من حيث الديفينيشنز. السيركت دي زي ما قلنا متوصلة كلها ان سيريز، فاحنا هنقول بقى ايه لو كان هناخد الكرنت هو ريفرنس بالنسبة لنا في ان احنا نشوف مين الفيز ليد ولاج، وازاي يعني الفيز بيتغير، او ازاي الجهود بتتوزع في الدايره. فاللي هيحصل انه احنا هناخد الفيز الفيز بتاع الكرنت ريفرنس، الريزيستنس الجهد بتاعها بيساوي حاصل ضرب الريزيستنس، ودي قيمه ريل، قيمه حقيقيه وموجبه وثابته، وبالتالي يعتبر الجهد بتاع الار بيساوي رقم ثابت في اي، وبالتالي هيبقى ان فيز معاه. كلمة ان فيز معناها انه مع الزمن لو الكرنت زاد الفولتج يزيد بنفس الشكل او يقلوا مع بعض بنفس الشكل، وتظل النسبة بينهما دائما رقم ثابت اللي هو الار. بالنسبة للملف الوضع مش كده، ممكن تجيبها بالفيزياء وبالرياضة. بالفيزيكس انت عارف انه لما الكرنت بيعدي في الملف بيحصل كرنت حثي، induced current، معاكس للكرنت الاصلي، فبيخليه ما يوصلش للماكسيمم بتاعه على طول، او العكس ان لو الكرنت بيقل في الملف بيتولد كرنت حثي برضو انديوس كرنت يساعد الكرنت الاصلي، ما يخليهوش يموت، يخليه ينزل واحده واحده. وبالتالي في جميع الاحوال الكرنت ما بيوصلش للماكسيمم او المينيمم فاليو بتاعته على طول، مش زي مثلا المقاومة. لو في المقاومة كرنت عايز يختفي بيختفي على طول مباشرة، مفيش حاجة تقول له استنى شوية، او لو عايز يطلع لفاليو معينة بيطلع على طول، مفيش حاجة بتقول له استنى شوية ما تطلعش دلوقتي. لكن في الملف لا، لازم الكرنت يتأخر في انه يوصل للماكسيمم فاليو اللي المفروض يوصل لها، او للمينيمم اللي المفروض يوصل لها. وعشان كده فيزيكلي دايما الكرنت لاجينج في الملف بالنسبة للفولتج، او الفولتج ليدنج بالنسبة للكرنت. فلو احنا واخدين الكرنت ريفرنس فاحنا عارفين ان الريزيستنس ليها جهد بيبقى ان فيز مع الكرنت، ولكن الفولتج بتاع الكويل بيبقى بيسبق ب 90 درجة. بالرياضة انت ممكن تعتبر ان الكرنت مثلا ساين فانكشن، وتحط بقى الفولتج بتاع ال L بيساوي L دي اي باي دي تي، وتفاضل وتشوف اللي هيطلع، ده هيطلع كوزاين، وده يعني ترسم الاتنين مع بعض وتشوف مين سابق ومين متأخر وكلام من ده، هتلاقي انه الجهد سابق ب 90 درجة. بالنسبة للجهد المكثف تعريفه زي ما قلنا سي بيساوي كيو على في، فيبقى الفي بيساوي كيو على سي. وفيزيكلي الكرنت هنا ما بيتأخرش، لأن أي تشارج بتوصل على واحد من التو بليتس بتوع المكثف بتخلق another تشارج معاكسة ليها في الإشارة الناحية التانية، وده حاجة بسيطة الواحد يتخيلها. لو في تشارج بوزيتيف وصلت للوح من لوحين المكثف، هتشد قصادها نيجاتيف في اللوح التاني وتطرد منه البوزيتيف، فالبوزيتيف اللي هيطرد هيلف في الدايرة عشان يكمل التيار. والموضوع ده بيحصل بشكل انستانتينيس، يعني بشكل لحظي،
مفيش حاجة تأخره، وبناء عليه الكارنت ما بيتأخرش في المكثف، مفيش حاجة تعيقه يعني. لكن الفولتج بتاع المكثف ممكن يتأخر. ليه؟ لأن الفولتج عشان يوصل للفاليو اللي المفروض يوصل لها بيستنى التشارج تتكوم على لوح المكثف. يعني نفترض ان المكثف بيلم تشارج من الكارنت، في كارنت داخل المكثف عمال بيرمي على لوح من اللوحين بتوعه شوية تشارج، فالتشارج بتزيد 1 كولوم مثلا، بعد كده 1.5 كولوم، 2 كولوم، 2.5 كولوم، وهكذا. والمفروض ان المكثف هيتملي تماما لما التشارج تبقى مثلا 5 كولوم، وساعتها يبقى الفولتج وصل للقيمة اللي المفروض يوصل لها، اللي هي الكيو الكبيرة قوي اللي هي 5 كولوم مقسوم على الكاباسيتنس سي. فبالتالي عملية الاكيوميوليشن او تجميعة التشارج هي اللي بتخلي الفولتج بتاع المكثف ما يوصلش للماكسيموم بتاعه على طول. ونفس الطريقة برضو في المينيموم، لو احنا عايزين نشيل الجهد من على مكثف فالتشارج برضو هتتفرغ منه واحدة واحدة، وبعد شوية وقت لما يفضى خالص، ودي يمكن نفتكر بيها قبل كده تجربة الـ RC circuit في التفريغ، كل ما الـ R زادت الكرنت اللي بيمشي في السيركت اللي فيها R و C بيقل، ونتيجة كده لما الكرنت اللي بيفرغ بيقل بيبقى معدل ان انت تخلص من التشارج بيقل، وبالتالي هيبقى انك تفضي المكثف، دي عملية أبطأ. ففي المكثف الخلاصة انه الكرنت بيبقى، لو هو الريفرنس بتاعنا هنلاقي ان الفولتج بتاع المكثف لاجينج او متأخر 90 درجة. انت ممكن برضو بالرياضة انك تجيب الكرنت وتعمل له انتجريشن فتطلع الشحنة، وبعد ما تطلع الشحنة اللي هي التشارج كيو تقسمها على الكاباسيتنس سي فيطلع الفولتج، وتقارن الرسمة بتاعة الزمن ما بين الكرنت والفولتج، وهتلاقي ان الفولتج متأخر ب90 درجة. الكلام ده بنعبر عنه رياضيا بحاجة اسمها الفيزور دايجرام. الفيزور دايجرام ده مجرد تمثيل رياضي لحاجة عشان نعرف نتفاهم معاها. يعني الفيكتورز اللي مرسومة دي في الفيجر 2A و2B ما هياش فيكتورز حقيقية. يعني الجهد بتاع الكويل في ال او بتاع الكاباستور في سي او بتاع الريزيستنس في ار في الحقيقة ما هماش فيكتورز. الفولتجز اصلا هي كميات سكيلر، وتعريف الفولتج هو الانرجي بير يونت تشارج، يعني كمية الطاقة اللي انا محتاجها علشان احط الشحنة اللي مقدارها 1 كولوم في المكان ده، طاقة وضع يعني. يعني لو قلت لك ان فرق الجهد بين نقطتين 10 فولت، معنى كده انه علشان تحرك التشارج اللي هي 1 كولوم من النقطة اللي فولتج اقل للنقطة اللي فولتج اعلى، you need to do work, external work against the electric field that equals 10 joules. فيبقى 10 جولز عشان تحرك 1 كولوم، يبقى ده اسمه 10 فولت. ولو قسمت لو انا رسمت بقى الكلام ده الكرنت اي كريفرنس، يعني حطه انا على شكل افقي ورسمت الفولتج ار، ده هيبقى معاه في نفس الاتجاه لانه ان فيز. فالفولتج اللي عشان سابق ب90 درجة برسمه كمتجه لفوق، والفولتج سيل تحت، وبيبقى الطول بتاع الايرو او السهم بيمثل القيمة بتاعة الفولتج كام. يعني لو انا خدت سكيل بتاع رسم 1 فولتج برسمه 1 فولت برسمه على 1 سنتي، فمثلا 3 سنتي بتمثل 3 فولت، 5 سنتي بتمثل 5 فولت، وهكذا. النسبة بين الفولتج والكرنت في أي element من دول، يعني لو قسمت الفولتج على الكرنت كماجنيتيودز من غير بقى الساين والكوزاين، باخد الامبليتيود والامبليتيود، فنسبة الامبليتيود على الامبليتيود بتديني الريزيستنس زي ما انا عارف في قانون اوم، او بتدي بقى في حالة الملف الامبيدنس بتاعت الملف او الرياكتنس بتاعت الملف اللي بنسميها اكس ال، اللي هي بتساوي الاوميجا ال. فتعريف الاكس ال هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن نسبة الفولتج على الكرنت في الكويل او في الملف، والاكس سي هي نسبة الفولتج كماجنيتيود او مقدار على الكرنت في الكاباستور. وبالتالي يبقى
الاكس سي بتمثل حاجة بالاوم لانها فولتج على كارنت، كذلك الاكس ال برضو اوم، الريزيستنس اوم، لان كلهم فولتج على كارنت في النهاية. قيمة الاكس ال بتساوي كام؟ هي اوميجا ال او 2 باي اف ال، والاوميجا او الاكس سي هي 1 على اوميجا سي. وبالتالي نقدر نرسم تاني الرسمة اللي هي فيجر 2A دي، بان احنا نقسم كل حاجة على الكارنت فيطلع لي الكورسبوندينج رياكتنس بتاعت كل حاجة، وتبقى الرسمة هي هي بالمنظر ده. عايز اجيب التوتال فولتج، بحصل الاول بعمل الريزلتنت فيرتيكال فيكتور، وبعد كده بعمل النتيجة مثلا حاجة ده الباقي، بجمع عليه الفولتج بتاع الار كفيكتورز يعني، وبطلع توتال فولتج. لو عايز اطلع توتال امبيدنس برضو بحصل الرأسي، وبعد كده بعمل كده ضلع رأسي يمثل اكس ال ناقص اكس سي، والوتر بقى بتاع المثلث هيبقى هو الزد توتال. ال elements اللي هي اكس ال و اكس سي هي function في ال frequency و ال impedance، مش ال element نفسه، مش ال ال و سي، لكن ال impedance بتاعتهم او ال reactance بتاعتهم هي function في ال frequency، مش زي ال resistance. يعني ال resistance ما يفرقش معاها ال frequency بتاع ال source. طبعا احنا لما بنتكلم عن frequency هنا في الدايرة هو ال frequency بتاع ال source، لان كل ال elements هنا بتسمع كلام. ده forced oscillation من اللي خدناه في chapter 4 في النظري. فال source هو اللي بيديكتيت، هو اللي بيأمر ال elements انها تشتغل عند frequency كام. فال source هنا هيقول لي frequency omega، كويس. في omega معينة بقى عندها بيكون ال XL بيساوي ال XC، ودي اللي بنسميها ال frequency بتاع ال resonance بتاع ال current. يعني ال current بيوصل لل maximum بتاعه لما ال impedance بتوصل للمينيمم بتاعها، والامبيدنس بتوصل للمينيمم بتاعها لما الاكس ال والاكس سي يكنسلوا بعض. انت هتلاقي في الشكل بتاع الحسبة البسيطة اللي هنا دي، ادي التوتال زد او الامبيدنس التوتال، العلاقة المشهورة قوي دي، لو طار فيها اكس ال مع اكس سي هتلاقي ان الفاليو دي مينيمم، لان اذروايز هيبقى عندك ده محصلته حاجة، سواء اكس ال اكبر او اكس سي اكبر هيبقى فيه حاجة ومتربعة، فبالتالي هيبقى زد اكبر من ار. لكن لو الحالة الخاصة او السبيشال كيس اللي فيها اكس ال واكس سي بيطيروا بعض، هيبقى الزد بتساوي المينيمم فاليو بتاعتها اللي هي هتساوي ار، وساعتها هيبقى الاي ماكسيموم كامبليتيود يعني. فمثلا في الرسمة دي انا عندي ال بتساوي كذا والسي بتساوي كذا، فعلشان ال XL يساوي اكس سي لازم يساوي ال اوميجا ال بيساوي 1 على اوميجا سي، وساعتها الاوميجا بتاعت المصدر بنسميها اوميجا نود، اللي هي الناتشورال فريكوانسي بتاع الدايره. يعني ايه ناتشورال فريكوانسي؟ يعني التردد اللي الدايره هتشتغل بيه لو ما كانش فيه سورس وما كانش فيه ريزيستنس، يعني لا مصدر انرجي ولا مصدر او سبب لللوسز. ساعتها انت لو شحنت المكثف وبعدين رحت موصله بالال وسبتهم مع بعض، هتلاقي انه التشارج بتروح وبتيجي من على المكثف للملف رايح جاي، وبتتحرك او بتعمل كومبليت سايكل بزمن تي اللي هو يديك اوميجا نود. ففي هذه الحالة بقى لو السورس بيساوي الناتشورال فريكوانسي عندها فقط هيكون الزد مينيمم او الكرنت ماكسيمم. والكرنت بالتالي هنا الحسبة دي، يعني على المثال اللي محطوط هنا ان ال بيساوي كذا وسي كذا، ممكن تحسب بقى الاوميجا نود انها 1 على جذر ال سي، وبعد ما تحسبها يبقى انت عارف انه الاوميجا الفلانية هي اللي هتدي الماكسيمم بتاع الكرنت. فتلاقي ان الكرنت عند اي منطقة تانية، اي فريكونسي تاني، اقل من القيمة الماكسيمم. القيمة الماكسيمم كام بقى؟ دي تعتمد على الفولتج بتاع السورس كام، وبقسمه على الامبيدنس اللي هي في هذه الحالة بتبقى R. يعني انا هنا رسمت الرسمة دي for different values of R. لو R ب2 اوم هيبقى عندي V نود على 2، ده البيك او الكرنت ماكسيموم. لو كان R بيساوي 1 طبعا البيك هتعلى للضعف، طبعا بعتبر ان الفولتج بتاع السورس ثابت. لو ال R نص اوم هتتضاعف تاني، ويبقى
الماكسيمم يقفز من 10 ل 20 ل 40 امبير باعتبار ان الجهد بتاع المصدر ثابت. هنستعمل بقى حاجة اسمها ليساجو فيجرز اللي احنا بنرسمه على الاوسيلوسكوب سكرين ده، اسمه ليساجو فيجر، اللي هي الاشكال اللي بتطلع لنا بقى سواء اليبس او سيركل او ستريت لاين. علشان نرسم ليساجو فيجر لاي حاجة، بس طبعا احنا ليميتد في الدراسة بتاعتنا للسنجل فريكونسي، احنا عندنا مصدر واحد بيدي فريكونسي واحد لكل الدايرة سواء ال ال او سي، يعني مش يعني في كيسز تانية من ليساجو فيجرز احنا ما درسناهاش اللي فيها بيبقى مثلا مصدرين جهد، مصدر بيديني فريكوانسي معين مثلا للال ومصدر للسي، ويبقى عندي بركب بعد كده الجهد بتاع الال على الجهد بتاع السي على الاوسيلوسكوب واحصل على اشكال احنا ما درسناهاش، فدي خارج نطاق اوت اوف ذا سكوب اوف اور كورس. اللي احنا بندرسه بيكون عندنا 1 سنجل فريكوانسي، ليه؟ لان انا عندي 1 سنجل سورس، ومن هذا السورس انا هحسب الاوميجا، ومن هذه الاوميجا او يعني بمعلومية هذه الاوميجا هأحصل في الاخر على الانونز اللي انا عايزها في الدائرة اللي هي ال L بيساوي كام و C بيساوي كام. علشان نرسم لساجو فيجرز بشكل عام، هي الفكرة بتاعت لساجو ان انت عندك جهدين بتركب واحد على الاكس اكسس وواحد على الواي اكسس، ده لو انت بتتكلم عن الكتريكال الكتريكال اليمنت. لو انت بتتكلم عن ميكانيكال سيستم يبقى انت بترسم على الاكس اكسس حركة وعلى الواي اكسس حركة تانية وبتشوف مجموع الحركتين بيطلع شكل ايه. في جميع الاحوال سواء كان فولتج بقى بشكل اي سي او حركة بتكرر نفسها بشكل اوسيلاتوري، ده بيتمثل بعلاقات ساين او كوزاين اللي هي بتاخد الشكل ده. يعني مهم ان احنا نعرف نتصرف في الرياضة مع الشكل بتاع ساين مثلا A بلس B، لانه A ده ممكن يكون اوميجا T و B اللي جنبه ده الانيشال فيز اللي هو مثلا ممكن يكون صفر او بلس اور ماينس باي باي 2. ف ساين A بلس B ده هديني ساين A كوزاين B وبعدين بلس كوزاين A ساين B، ولو كانت الاشارة ماينس هعكس الاشارة اللي في النص. كوزين A بلس B بتديني كوزين كوزين وبعكس الإشارة، بدل بلس بتبقى ماينس، دي المفروض إنها تبقى ساين ساين، ماشي نصلحها. فبالتالي هيبقى عندي العلاقات دي هتساعدني إن أنا أفك وأوصل من علاقة ساين أو من علاقة كوزين جواها initial phase لحاجة ما فيهاش الترم بتاع الانيشال فيز عشان أرسم، يعني في النهاية أنا هستفيد. فمثلا لو احنا اخدنا الكرنت كريفرنس مثلا حاجه بالمنظر ده، هيبقى ريزيستنس حاصل ضرب الار في الكرنت وهيبقى ان فيز، مفيش فرق فيز اهو، اللي جوه الكوزين هنا واللي جوه الكوزين هنا زي بعض. الفولتج بتاع الكاباستور كماجنتيود هو مقدار الكرنت اللي هو ده المفروض يكون اسمه اي نود، نصلحها برضو. هيبقى اي نود مضروبه في الاكس سي، وال الاكس ال هتبقى اي نود مضروبه في الاكس ال، واضح ان الحياه صعبه شويه. والكوزينات جوه الانيشال فيز بقى، الانيشال فيز بتاع ده والانيشال فيز بتاع ده، الفي سي هيبقى جوه انيشال فيز ناقص 90 درجه لانه متاخر ب 90 درجه، والتاني اللي هو ال L هيبقى سابق ب90 درجة، فالانيشال فيز اللي جوه هيبقى بلس 90. اوكي عظيم، فهيبقى المنظر كده، هيبقى اي نود في الامبيدنس او الرياكتنس وبعدين كوزاين، وهنا السي متاخره 90 والال سابقه 90. عظيم. انا عملت ام فايل وحطيته على الجروب بتاعنا. المفروض الام فايل ده انت لو لعبت في الكود بتاعه ممكن تحط بقى ساينات وكوزاينات وانيشال فيز وامبليتيودز زي ما انت عايز، وتحصل في النهايه على ليساجو فيجرز.
احنا مثلا بنحط جهد على الاكس اكسس بتاع مثلا ريزيستنس، يعني اول حاله من الثلاثه اللي احنا بندرسهم في الاكسبيرمنت، لو كنت حاطط ريزيستنس مع ريزيستنس، واحده unknown والتانيه variable، ففي اللحظه اللي فيها ال variable دي بتتظبط انها تساوي ال r، بحصل على خط مايل 45 درجه. هو حقيقه احنا هنكتشف ان هو ماينس 45 درجه، هنقول ايه في الاخر، بس يعني الفكره دلوقتي ببساطه ان انا بحاطط الفولتج اللي على الاكس سيجنال او على الاكس شانل بتاع الاوسيلوسكوب، واخده شكل كوزاين. انا واخد الاكس اكسس اهو عشان يركب على الاكس اكسس بتاع التوتال كده، والواي اكسس اهو عشان يركب على الواي اكسس بتاع التوتال كده، وفي النهايه هرسم واي فيرسس اكس يعني على شاشه الاوسيلوسكوب. دي النتيجه النهائيه يعني. طيب فانا لما باجي برسم الاكس لوحده برسمه مع الزمن، واخد محور زمن نازل لتحت كده، يعني ده زمن صفر وبيزيد لتحت، وهيبقى الرسمة كوزاين لأن الكرنت أو الفولتج يعني بتاع الريزيستنس بياخد شكل كوزاين، فهيبتدي من ماكسيموم وينزل لصفر وينزل لمينيموم ويطلع لصفر ويطلع للماكسيموم تاني. فأنا حطيت عليه خمس علامات مميزة، النقط نمرة واحد وبعد كده اللي هي البداية، وبعد كده اتنين دي بعد ربع سايكل، تلاتة نص سايكل، أربعة تلات أرباع سايكل، خمسة فول سايكل. بالنسبه للواي هي برضو ريزيستنس اخرى، فبرضو الفولتج هياخد نفس شكل الكرنت اللي هو كوزاين فانكشن، وبرضو نفس النقط المميزه. ولو حصل انه الاثنين ليهم نفس الامبليتيود، انا هنا فرض الامبليتيود دي 10، يعني بتطلع ل 10 فوق وتنزل ل 10 تحت بالماينس، وهنا الاكس ل 10 يمين و10 شمال، فبجمع بعد كده النقط بالترتيب، يعني الواحد هنا اهو مع الواحد هنا اهو، اول لحظه يجمع يطلع النتيجه هنا، يعني تطلع من الواحد ده لفوق والواحدة جاية من الشمال يتقابلوا هنا. كويس. النقطة اللي هي اتنين بعد ربع سايكل من الناحية دي وبعد ربع سايكل من الناحية، تاخد من هنا خط أفقي ومن هنا خط رأسي، هيتقابلوا في السنتر بالظبط، وبعدين نص سايكل يعني نقطة تلاتة ونقطة تلاتة، تمد من هنا خط أفقي وتمد من هنا خط رأسي، يتقابلوا هنا، وتلاقي خط مستقيم بقى ماشي من واحد لاتنين لتلاتة في اتجاه الأسهم الزرقاء دي شوية، وتلاقي بقى الدنيا تتعكس، يعني التلات أرباع سايكل نقطة أربعة من هنا ونقطة أربعة من هنا، تمد خطين يتقابلوا هنا في السنتر بالظبط فوق النقطة نمرة اتنين، نفس المكان يعني. وبعد كده خمسة وخمسة يتقابلوا أجين مع بعض عند نفس النقطة نمرة واحد، فتلاقي الخط راجع في اتجاه الأسهم الحمراء. فلما يكون عندي اتنين ريزيستنسز فالفولتج اللي عليهم هيبقوا ان فيز أكيد، لانه الاثنين ماشي فيهم نفس الكرنت، وبالتالي هيبقى الاثنين ليهم فولتجز ان فيز مع هذا الكرنت، يعني ان فيز مع بعض، فهيبقى في عندي ستريت لاين. الستريت لاين الميل بتاعه حسب بقى الامبليتيود بتاع كل واحد فيهم، يعني مثلا لو افترضنا الامبليتيود بتاع الواي اكبر فهيبقى الميل او السلوب بتاع الخط ده اكبر، لو الامبليتيود بتاع الاكس اصغر هيبقى السلوب اصغر، لكن لو تساوي هيبقى الزاويه 45 درجه. لو كان على الاكس اكسس ريزيستنس، الجهد بتاع الريزيستنس، وده في الجزء الثاني في التجربة، بنخلي الريزيستنس الفاريبل على قيمة ثابتة مثلا 400 اوم، وبنحط على الواي اكسس الجهد بتاع الكباستور. فالجهد بتاع الكباستور متأخر 90 درجة، لو انت رجعت بقى تفك يعني هنا كوزاين اوميجا تي ناقص 90 درجة، فالبي ده اللي هي هيبقى ناقص سين يعني. انت ممكن تعملها كوزاين كوزاين، والسالب اللي هنا دي هتحطها هنا موجب، وبعد كده ساين وساين، فهتلاقي ساين اوميجا تي ساين 90. فالخلاصة يعني ان كوزاين كوزاين دي هتلاقي فيها كوزاين 90، فدي هتطير، الكوزاين 90 بصفر، وبعد كده الموجب سوري السالب هيتقلب موجب، يبقى موجب ساين اوميجا تي ساين 90، ساين 90 بواحد، فيبقى لك ساين اوميجا تي في الاخر. فالجهد بتاع المكثف اللي انا هحطه على الوايت شانل مثلا، انا بقول مثلا انت ممكن توصل بالعكس ما فيش معنى يعني ممكن تحط الكاباسور على الاكس والريزيستنس على الواي. المهم فهنا الساين فانكشن بالمنظر ده كده، والكوزاين فانكشن بالمنظر ده بتاعت الريزيستنس، وتوصل لنقطة نمرة واحد هنا مع واحد هنا. القصة بقى هنا جميلة ليه بقى؟ دي كوزاين ودي ساين، في الفرق بينهم 90 درجة، فدي هتطلع اليبس او سيركل. ازاي؟ عند الزيرو تايم هنا ادي نقطة نمرة واحد، وعند الزيرو تايم هناك ادي نقطة نمرة واحد، هتمد خطين افقي ورأسي هيتقابلوا هنا، فهيتقابلوا عند نقطة نمرة واحد اللي هو يمين خالص. بعد ربع سايكل دي هتنزل للصفر هنا،
ودي هتطلع للماكسيموم هنا وتمد خطين افقي ورأسي هيتقابلوا هنا. بعد شوية نص سايكل دي هتبقى نزلت للصفر نمرة 3، ونص سايكل هنا دي هتبقى نزلت تحت خالص للناقص 10، يعني افتراضات الامبليتود بتاعها 10. انا باي ذا واي افتراضات الامبليتود بتاع الكاباستور يفضل على المكثف 20 مثلا، هيتقابلوا النقطة 3، بعد شوية هيتقابلوا 4، وبعد كده يرجعوا 5 تاني على نفس النقطة الأولانية، وتلاقي الإليبس بيلف كاونتر كلوك وايز بمنظر ده. هو إليبس لأن الجهدين مش قد بعض، يعني الجهد اللي على الريزيستنس بيساوي 10 فولت حسب الرسمة دي، وعلى الواي 20 فولت. هي الرسمة دي مش تو سكيل، يعني المفروض إنه هو الماتلاب بيتصرف لوحده للأسف يعني بمزاجه يعني. فكان المفروض ان الاليبس يبقى مشفوط لفوق مش بالعرض كده، لانه السكيل ده المفروض بيوصل لحد 20 والافقي 10، بس هو طلع كده بسبب الماتلاب اللي هو البرنامج اللي راسم الكلام ده. لو حصل ان تو امبليتيودز قد بعض فده هيطلع لي سيركل، وساعتها اقدر اساوي ريزيستنس بالاكس سي واطلع السي بتساوي كام، لان الفاريبل ريزيستنس دي انا بظبطها من الاول في التجربه ب 400 اوم لما ببتدي الجزء الثاني والثالث يعني، وبعدين بلعب في الفريكونسي لحد ما اوصل لدايره. فلما اوصل لدايره بيبقى اكس سي بيساوي ار وبطلع سي. الملف برضو نفس الفيلم، هيبقى لو رجعنا على العلاقات القديمه هيبقى ساين، هيبقى كوزاين وجواها بلس 90، وتيجي تفكها فيبقى كوزاين كوزاين وبلس 90 تديك ماينس ساين ساين، فترسم في الاخر على ماينس ساين اوميجا دي اللي هي ماينس ساين بالمنظر ده، وبرضو توصل النقط ببعض هيطلع لك برضو شكل اليبس بس بيلف بالترتيب المعاكس. ولو انت وصلت للفريكونسي يخليها سيركل يبقى ساعتها الاكس ال بيساوي الار، تطلع ال ال بتساوي دي. السي ار او من جوه بيشتغل ازاي اللي احنا هنطبق بيه الكلام ده؟ السي ار او افندي عباره عن في الاول الكترون جان اللي هو بيبقى فيه كاسود اللي هو سبب تسميته كاسود ري اوسيلوسكوب، الفيلمنت هيتد كاسود. الفيلمنت دي هي عباره عن فتيله بتتسخن بفرق الجهد كبير، فبيطلع منها الكترونز بتجري، وبيبقى قدامها اكسلريتور. الاكسلريتور ده اللي هو المعجل اللي هو بيدي الالكترونز جهد، بيسحبها بجهد موجب عشان تجري. ده هو الانود، والانود ده بعد كده بيبقى فيه انود تاني للفوكسنج، بس ده مش مشكلتنا في حاجه. وبعدين بيبقى عندنا هنا تو بيرز اوف بليتس بنسميهم ديفليكتنج بليتس، البير الاولاني اللي هو الواي، والبير التاني اللي هما الاكس. الاكسات اللي هما بالنسبه لك وانت بتبص يعني على شاشه الاوسيلوسكوب هتلاقي الاكس بليتس اللي هما يمين وشمال، وتلاقي الواي بليتس فوق وتحت. فلو حصل الفرق جهد على الاكس بليتس، يعني انت بتاخد الطرفين بتوع الاكس دول من بره الاوسيلوسكوب وتحط عليهم جهد، يا اما الريزيستنس يا اما الكاباسيتور يا اما اي حاجه يعني عندك في الدايره، فده بيديفليكت الالكترونز في الاتجاه الافقي. الواي بيعمل نفس القصه في الاتجاه الراسي. وقدام هنا الشاشه الفلوريسنت اللي هي لما بتتخبط فيها الالكترونز بتديك الشكل المنور يعني اللي انت بتشوفه، بقى يطلع اليبس يطلع دايره يطلع زي ما يطلع. الفرونت بتاع الاخ ده بيبقى شكله كده، هو في كذا نوع في المعمل يعني، بس الشكل العام يعني ان انت عندك اول حاجه ده المدخل بتاع واحدة من الاتنين شانلز، هنا مكتوب الاكس شانل، وده الانبوت بتاع الواي شانل. سوري، ده الانبوت بتاع الواي شانل، متأسف، ده الانبوت بتاع الواي شانل. وهنا الجراوند، وبيبقى في جراوند كومن للاتنين شانلز مع بعض. الزرارين اللي فوق دول اللي هم بتوع الفوكسنج والانتنسيتي، اللي على اليمين ده فوكس واللي على الشمال ده انتنسيتي. الفوكس اللي هو بيخلي الخط يبان شارب ما فيهوش اهتزازات، والانتنسيتي هو اللي بيخليه يبان قوي او ضعيف يعني تخين او رفيع يعني. فانت اللي مسموح لك تلعب فيه ايه بقى، لان هنا في زراير كتير في هذا الجهاز يعني. الانبوتس دي اللي انت هتوصلها بالدايره، والانتنسيتي والفوكس. ولما تيجي تعمل الكاليبريشن تتاكد ان انت مثلا لو بتعمل كاليبريشن للواي اكسس بيبقى الزرار ده محطوط على الاي سي، بينما الاكس بتبقى مقفوله تحطها على جراوند. والعكس لما تيجي تعمل كاليبريشن للاكس بتحط الاخ ده على الاي سي وتحط الواي على الجراوند. لما تعمل كاليبريشن بتظبط ان في فولتج معين واحد جاي من فولتج معين جاي من
الفانكشن جنريتور هذا الفولتج لازم يتقري على الاكس قد ما بيتقري على الواي، بمعنى انه عدد المربعات اللي بيترسم عليها الفولتج بتاع الاكس هو نفس عدد المربعات اللي بيترسم عليها الفولتج بتاع نفس الفولتج بس على الواي، لان هو فولتج واحد هو اللي جاي من الفانكشن جنريتور. ف في حاجة اسمها الفولتج بير ديفيجن، اللي هو العجلة دي عبارة عن عجلتين ورا بعض، العجلة التخينة اللي من ورا والعجلة اللي لونها أحمر من قدام. الكبيرة اللي من ورا دي الرمادي دي بتعمل تغيير في الجهد أو مقياس الرسم بتاع الجهد، يعني تغيير كبير. والأحمر ده الفاين تيونينج، يعني اللي ورا دي الكورس واللي قدام دي الفاين. حقيقة السكيل فولتج بيظبط الريسبونس بتاع البليتس دي، يعني انت بتظبط البليتس دي بترسبوند ازاي لجهد معين، هل بقى تاخده تسحبه على 4 مربعات على 6 مربعات على 8، وبرده نفس القصة في الواي. فدي الزراير بس اللي مسموح لك انك في المعمل تشتغل بيها، في زراير تانية انت ما بتشتغلش بيها، يعني نادرا ممكن تحتاج مثلا بوزيشن، زراير بوزيشن في 3 زراير بوزيشن، ادي ده وده اللي فوق على اليمين عشان تظبط. لو الدوت في الاول المفروض انك اول ما تشغل الجهاز مش موصل حاجة يبان لك نقطة بس ان الالكترون جاي بيخبط في السنتر بتاع الجهاز، سنتر الشاشة. لو ما كانش فانت بتظبط تظبطها في السنتر من البوزيشن. يعني المفروض الزرار ده اكس واي لو موجود، في فيرجنز مش موجود فيها زرار اكس واي، بس يعني لو انت عندك اكس واي ده المفروض يكون متداس عليه على اساس ان انت بتشغل الاوسيلوسكوب في ان انت ترسم الاكس مع الواي، لان الاوسيلوسكوب بيعمل فانكشنز ثانيه احنا ما خدناهاش، انه مثلا يرسم لك الاكس مع التايم او الواي مع التايم، وساعتها انت بتلعب في التايم ديفيجن بقى، يعني بترسم ايه مقياس الرسم. بيبقى مثلا لو هترسم الواي مع التايم بتظبط مقياس الرسم اللي على الواي كفولتج، وبيبقى الاكس بتاعك هو الزمن مش الجهد اللي على الاكس. يعني لو هترسم الاكس مع الزمن، ودي برضو مش عندنا السنه دي، بترسم يعني بيبقى الاكس تشانل دي هتترسم على الواي يعني على الرأسي، وبتظبط الفولتج بير ديفيجن بتاعها مع الزمن برضو بيترسم، ده هو المقياس الافقي او مقياس الرسم الافقي، بس دي برضو مش قصة. ولو انت هترسم مع الزمن البتاع ده ممكن تشتغل بيه، لكن هو ملوش لازمة طالما ان انا مش هشتغل مع الزمن، يعني هشتغل اكس فيرسس واي وخلاص. لكن ده بقى ممكن يعرض لك واي بس او اكس بس او الاتنين مع بعض او مجموعهم فيرسس التايم. فدي معلومات عامة يعني. فالحاجات اللي تخص الزمن دي مش معانا، يعني ايه سواء البتاع اللي في النص ده او العجلة اللي على اليمين دي، لان دي الرسومات اللي فيها اكس او واي او الاتنين او مجموعهم بيترسم فيرسس التايم. لكن احنا بنرسم الاكس والواي فيرسس بعض، الواي قصاد الاكس، وبطلع اللي سيشو فيجر. يعني ده زرار الباور المفروض يعني ندوس عليه يطلع القرن ده يبقى باللون الاحمر وخلاص. يعني الفانكشن جنريتور هو اسمه فانكشن جنريتور لان هو بيولد دوال. دوال يعني ايه؟ هو ممكن اخد منه جهد بيتغير بشكل اي سي اللي هو عليه السهم الاحمر ده، بشكل ساينوسويدال، او بشكل سو توث اللي هو سنان المنشار يعني مثلثات، يعني او بشكل السكوير ويف. فكده او كده او كده احنا مش هنشتغل لا بالسو توث ولا هنشتغل بالسكوير ويف، ملهمش لازمة في التجربة بتاعتنا. احنا هنشتغل فقط بالساينوسويدال ويف، وبالتالي لازم الزرار ده اللي هو يكون متداس. يعني تاني حاجة الامبليتيود اللي هو الجهد اللي خارج منه كام، ده بحطه على الماكسيمم عشان رايح دماغي، يعني اخد اكبر جهد من الجهاز وخلاص. في اوتبوتس يعني هتلاقي السلك بتاعك متوصل يا بالاوتبوت ده يا بالاوتبوت ده، اللي هو بتاخد منه الجهد اللي رايح للدايرة. وهنا على الشمال في الزرارين الكورس والفاين اللي بيحكموا الفريكوانسي اللي خارج كام، يعني الشكل الساينوسويد اللي احنا ظبطناه ده الفريكوانسي بتاعه كام، وبيبقى في رينجات من الفريكوانسي، يعني اللي بيتظبط من الكورس والفاين ده بيتضرب يا اما في 1 هرتز يا في 10 يا في 100 يا في 1000 يا وهكذا، 10 كيلو 100 كيلو 1 ميجا. النتيجة النهائية انت مش محتاج تعرف ده كام وده كام وتضربهم في بعض وتطلع النتيجة، لا هو النتيجة النهائية بتطلع لك مباشرة هنا على الشاشة دي.
انت تقرا من الشاشه الفريكوانسي بتاعك كام، وما تنساش انه في اخر الفريق الشاشه ناحيه اليمين بيكون في موجود يونت، يعني ممكن تلاقي مثلا 3، بس دي ممكن تبقى 3 هرتز او 3 وجنبها كيلو هرتز كي اتش زد، فتبقى ساعتها 3000، او 3 وجنبها ميجا ام او ميجا هرتز. الصندوق بقى السحري اللي فيه كل الاليمنتس اللي راكبه ده الاليمنت اللي هو الريزيستنس المتغيره، واللي هنا الار نون ار ار نون سي ار نون ال. التوصيله مش محتاجه تتحفظ لسبب بسيط، لانه مكتوب على الصندوق كل حاجه، يعني مكتوب مثلا حط الفولتج النيجاتيف بتاع المصدر الاي سي هنا والفولتج البوزيتيف هنا، يعني ما فيش فولتج نيجاتيف وفولتج بوزيتيف، بس هي الفكره انه في الاي سي يعني احنا هنتفق على ان اللون الاسود يمثل الجهد الواطي والاحمر يمثل الجهد العالي وخلاص، مش مهم يعني مش فارقه كتير يعني حاجه. الاوسيلوسكوب برضو هتلاقي ان في سلك مكتوب عليها الوايت شانل، فدي توصلها بالواي، وسلك مكتوب عليها الاكس شانل، وسلك مكتوب عليها الجراوند، فالتوصيله في حد ذاتها ما هياش قضيه خالص. يعني لما بتيجي تعمل كاليبريشن، الفكره ان انت بتوصل الجهد بتاع المصدر بالجراوند وتشانل من الاثنين تشانلز، فساعتها انت هتحتاج مثلا هنا في المنظر ده هتعدل حاجه بسيطه، يعني ده مثلا جهد من المصدر، طالما في خط مستقيم في الصندوق كده يبقى ده واصل بالنقطه دي، الاثنين دول واصلين ببعض كده. انت ممكن بقى تحط الجهد التاني بتاع المصدر الطرف ده قدام الجراوند بالمنظر ده، يبقى اصبح الجراوند والشانل واصلين بالطرفين المصدر. فلو كانت التشانل دي هي التشانل اكس هتلاقي خط افقي، وتقعد تلعب في الفولتج بير ديفيجن علشان تظبط الخط الافقي ده على مقياس رسم معين. وبعدين لو عايز تظبط التشانل التانية برضو تاخد الطرفين دول، طرف يوصل بالجراوند على طول وطرف تاني يوصل بالتشانل، وبرضو تظبط الوايت شانل، ولما تكون شغالة على التشانل بتخليها اي سي والتانية تخليها جراوند زي ما قلنا هناك. ده بيبقى اي سي لو انا شغال على التشانل دي، والتانية بقفلها تبقى جراوند او العكس. طيب بعد ما اتطمنت ان الدايرة فيها كاليبريشن صح، بروح موصلها بالشكل اللي انا شايفه ده. وبعدين اول جزء في التجربة ان انا بحاول اوصل لخط مستقيم مرسوم بزاوية 45 درجة بين اتنين ريزيستنسز، فبروح موصل البلوك الابيض الصغير ده بيشتغل مش اكتر من شورت سيركت. فيعني لو انا حطيت البلوك ده بين الطرفين دول اصبحت الريزيستنس دي واصله بالاتنين دول، يعني واصلين ببعض، خط اسود اهو، مقاومه متغيره، بلوك ابيض، يبقى اصبح الدايره كده واصله ازاي. يعني جهد ماشي من هنا ريزيستنس التيار مثلا ريزيستنس شورت سيركت خط اسود ريزيستنس متغيره فاريبل ريزيستنس شورت سيركت خط اسود، وبعدين ارجع للفانكشن جنريتور تاني يبقى الدايره قفل. وفي نفس الوقت بيبقى كده الاوسيلوسكوب راكب ان بارلل بقى، يعني طرفين دول هما جراوند وتشانل ان بارلل مع الار دي، وجراوند وتشانل بارلل مع الار دي، فالجهد بتاع الار دي والار دي واحد بيترسم على الاكس واحد على الواي. واقعد العب بقى في الار دي لحد ما اوصل ان الخط يكون مايل بزاويه 45، يبقى الجهد هنا قد هنا، تبقى الار هنا قد هنا، لانه الاتنين واصلين ان سيريز نفس الكرنت. هي النقطة إن أنا بلاقي ليه الخط مايل 45 درجة الناحية التانية، يعني 135 مش 45، لأنه هنا التوصيلة دي هي المشكلة في التوصيلة، بس في حاجة في التوصيلة هي السبب، يعني مش حاجة علمية قوي، يعني مش سبب في فيز ليد أو لاج، بس هي الفكرة إنه التوصيلة دي حكمت إن الجراوند يجي هنا في النص، وبالتالي فالفولتج اللي بيتقاس على مقاومة من المقاومتين أنا كده واخد الفولتج بتاع المقاومة كما لو كان أعلى من الجراوند مثلا، والجراوند اعلى من الفولتج التاني. يعني انت لو دخلت الكرنت ماشي في الدايره ازاي، مثلا طالع من الطرف ده هيخبط في الريزيستنس دي، بعد كده يخبط في الريزيستنس دي، وبعد كده يرجع تاني. الكرنت بيمشي من الجهد الاعلى للاوطى، فمعنى كده ان الجهد هنا عالي وهنا الجهد واطي، فبالتالي هيبقى هنا ده موجب وبالنسبه للجراوند سالب، او الجراوند هيبقى الصفر، فيبقى كما لو كنت باخد انا جهد موجب بقرب من المقاومه دي. علشان يبقى الخط مايل 45 درجة انا محتاج انه يبقى انا بقرا الجهد الموجب بتاع ده والموجب بتاع ده. بس هو هنا بقى بالتوصيلة دي انا كده واخد بقى الجهد بتاع الريزيستنس ما بين الجراوند وحاجة اقل من الجراوند. اكيد ليه اقل من الجراوند؟ لان الكرنت ماشي
من المقاومة دي داخل في المقاومة دي، فأكيد الطرف بتاع ده أعلى من الطرف ده كجهد، والطرف ده أنا مسميه جراوند، يبقى أكيد الطرف التاني ده سالب. فالأوسيلوسكوب هيفهم نتيجة إن الجراوند بتاع الأوسيلوسكوب واصل بالنقطة دي إنه الجهد اللي على الأخ ده موجب والجهد اللي على الأخ ده سالب. سالب معناها 180 درجة زيادة يعني، فتلاقي الرسمة خدت لها شيفت بالمنظر ده يعني. فبالتالي الميل بيبقى 45 درجة من الناحية التانية، مش 45 درجة من الناحية دي. في الجهد ما بتبانش بقى الحكاية دي لما بشتغل سي مع ار او ال مع ار، لان بتبقى اليبس. ما انا مش عارف بقى الاليبس عمال يلف كاونتر كلوك وايز ولا كلوك وايز، دي انا مش عارفها يعني، ما بتبانش على الاوسيلوسكوب. بات اني واي، في الجزء الاولاني المفروض ان الريزيستنس ما بتفرقش معاها الفريكوانسي نظريا، لان هو element ما فيهوش تيرمات فريكوانسي في الشغل بتاعه. بس يعني لو عصلجت معاك الرسمه وما طلعش خط مستقيم نظيف، حط الفريكوانسي بتاع الجنريتور على 1 كيلو هرتز، لان احيانا بيبقى فيه بارازيتك كاباسيتنسز. بارازيتك معناها طفيلي او كاباسيتنس في دايره انا مش عامل حسابها، وده بيبقى نتيجه الاسلاك اللي بتتهز، ونتيجه ان ما بين سلك وسلك بيبقى فيه زي مكثف او كاباسيتنس. يعني هو الكاباسيتنس زي ما احنا عارفين اي حاجتين معدن قصاد بعض، فانت عندك معادن كتير هنا، فلو في حاجه بتلق او حاجه مش مظبوطه ممكن تعمل بارازيتك افكتس انا مش عامل حسابها. فالظريف ان 1 كيلو هرتز ده لقيناه واحنا بنشتغل في المعمل، يعني بيطير الحاجات دي وبيطلع خط نظيف يعني في الجزء الاولاني يعني. بس نظريا المفروض يعني لو كل حاجه مظبوطه الفريكوانسي بتاع المصدر ما يفرقش مع الجزء الاولاني في التجربه، لان المقاومات ملهاش دعوه بالفريكوانسي. وات ايفر الفريكوانسي از مش فارقه يعني. في الجزء التاني والتالت انت بتشتغل كاباسيتنس او اندكتنس مع الريزيستنس ار. الريزيستنس بقى بتحطها في الجزء الاولاني انت مش عارفها، فانت عمال تلعب فيها لحد ما تلاقي خط مايل 45 درجه، وساعتها يطلع ان الار دي بيساوي الار دي. لكن في الجزء التاني بقى انت عندك الار والفريكوانسي اصبحوا 2 بارامترز، فانا بثبت واحد منهم، بخلي مثلا الار دي على 400 اوم، وبقعد العب في الفريكوانسي بتاع المصدر لحد ما اوصل لشكل السيركل. هو هيبتدي اليبس وهوصل لسيركل، طبعا انا بكون موصل بقى بلوك بتاع شورت سيركت بين السي والار هنا، او في الجزء التالت ال والار. وانس ان انا شفت سيركل هيبقى 1 على اوميجا سي بيساوي الار. الار دي انا ظابطها من الاول على 400 في الجزء التاني والتالت، وواحد على اوميجا سي هتبقى 1 على 2 باي في الفريكوانسي اللي بقراه من الفانكشن جنريتور، بطلع بقى السي، ونفس القصة اوميجا ال هنا بتساوي الار، اطلع ال. وشكرا جزيلا.